السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروسنا على قناة ربيع الزيات. المفروض الدرس ده يا جماعة كنا شرحناه في أول يوم رمضان، وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليك كل يوم بخير يا رب. النهاردة هنرسم رسمة صغيرة كده بسيطة عن شهر رمضان ومناسبة شهر رمضان. بتضم الرسمة ديت مدفع رمضان والهلال، فانوس، شكل مسجد كروكي. ونبدأ بسم الله. بنبدأ أول حاجة يا جماعة نعمل نص دايرة، تقوس نص دايرة كده، وناخد زاوية منه من هنا ومن هنا شبه كده قبة الصخرة مثلا، وأبدأ أخد الجزء دوت على طوله زي ما هو كده بالظبط. تمام، المنطقة دي هرسم فيها جزء بيضاوي بالشكل دوت اللي هو هيبقى مدفع رمضان، وهقسم المسافة دي نصين بحيث اطلع في الاخر على جزئية تاني شكل بيضاوي تاني صغير، واوصل الجزئية دي بالجزئية دي. هي تشبه الزلعة في الشكل بتاعها العام، ونعمل لها العجل في المنطقة دي برضو شكل دايرة تاني. الرسمة كلها بسيطة ما فيهاش يعني شغل كتير او حاجة، ولكن هتبقى معبرة عن شهر رمضان وقدوم شهر رمضان. هبدأ أعمل طلقات المدفع أو الغبارة بتاعت ضربة المدفع وهي طالعة بالشكل دوت، شبه حاجة شبه الدخانة أو السحابة في الجو. المنطقة دي هرسم فيها ضلع بالشكل دوت، جزء مايل وضلع عادل وجزء مايل للآخر. ده هيبقى في جامع أو مسجد، رسمة مسجد في المنطقة ديت. دي رسمة السحابة مثلا. هبدأ أعمل الكيرف بتاع أو التخانة بتاعة الأرج اللي أنا رسمته بالشكل دوت. تمام تمام المنطقة دي مثلا هيبقى فيها هلال ونجمة. احنا هنرسم الشكل الكروكي العام وبعدين هنلونه ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. المنطقة دي يبقى فيها مسجد، في هنا قبة مسجد، وهنا برضو قبة صغيرة، وهنا مئذنة، وفي قبة تاني هنا. تمام، المنطقة الفاضية اللي هي على الشمال هاخد منها خطين ونرسم فيهم فانوسين متعلقين، وهنبدأ الألوان ونشوف هنبدأ نشتغلها ازاي. الألوان بتاعتنا يا جماعة زي ما عرفناكم عليها قبل كده، هي الألوان البلاستيك النص لامع اللي بنزودها على يعني هو البلاستيك اسمه صيبس 2000، وبزود عليه علبة مركز لوني، أي نوع مركز لون عادي بتضاف عليها، وببدأ أعمل أحمر وأصفر وأزرق وأسود وأخضر، الالوان الاساسية او الالوان اللي انت برضو هتشتغل بيها في الرسم. تمام، الالوان دي يا جماعة احنا شرحنا الدرس ده قبل كده وقلنا كذا مرة ان انا شغلي كله بالبلاستيك النص لامع لانه سهل والتغطية بتاعته كويسة، سريع النشفان، اقدر ان انا ارسم حاجة فوق حاجة فوق حاجة. ولكن هنبدأ دلوقتي في الرسمة ونشوف هنبدأ ازاي. ده ابيض يا جماعة، ابيض نص لامع خام، خام يعني ما ضفتش عليه اي ميه او اي لون. تمام، البلاستيك النص لامع بيبقى تقيل، انا بسميها الوان اكريليك، يعني هي شبيه جدا بالالوان الاكريليك ولكن التغطيه بتاعتها اعلى من الالوان الاكريليك بكتير. هعمل جزء دي ابيض وارمي سنه ابيض، كتله ابيض كتيره، وبعدين هجيب سنه اسود على الفرشه وابدا اعمل غمامة باللون الاسود. بصوا يا جماعة الحركة الدائرية اللي انا شغال بيها دي على طول، دايرة 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 ورا بعضها كده على طول، شايفين الشكل بتاعها بالشكل ده، وابدأ اعمل دوائر دوائر كده بحيث ان انا اغطي معظم المساحة البيضة اللي قدامي بان انا اعمل درجة لون رصاصي، ولكن بشكل يعني مموه او مموش مظبوط. عملت كده الغمامة، هيبقى فيها تشطيب تاني ولكن مش دلوقتي. هبدأ ان انا اجهز الشغل، ان انا ادهن الارضية اللي فوق دي
المفروض ان هي السماء، ولكن سماء يعني مايلة شوية لليل، مايلة اكتر لليل اكتر من النهار. هي الرسمة كلها رسمة يعني نقدر نقول لها شبه كاريكاتيرية، ولكن انت بترسمها ممكن تعملها على كارت تهنئة، ممكن تعملها تدرب نفسك على اي رسمة خاصة بشهر رمضان، وتقدر ان انت تزود عليها اي حاجات تانية. ده لون ازرق يا جماعة بالبلاستيك برضو نص لامع. تمام، هبدأ اعمل كربات حوالين الغمامة اللي انا عاملها. تمام، وسيح درجات الالوان بحيث انها تبقى طبقة واحدة. بص يا جماعة، الرسم ما هوش حاجة صعبة ولا حاجة، ولكن ابدأ بالخطوات واحدة واحدة، هتلاقي نفسك في الاخر عملت الرسمة زيها بالظبط. وممكن تلاقي محل مثلا طلب منك ان انت ترسم رسمة عن شهر رمضان، فيبقى ده شكل كويس للبوستر ان انت ترسمه. الخطوط الرئيسية للمسجد هنشيلها، وبعدين هنبقى نرسمها تاني في الاخر. احنا كده خدنا درجات اللون الازرق، هبدأ اخد سنة لون لبني لو عندي، او ابيض، يا اما ابيض يا اما لون لبني. انا كده رميت سنة ابيض اهوت عشان اعمل تسيح مع اللون الازرق اللي موجود. تمام بالشكل دوت، وابدأ اعمل تسيح سريع بحيث ان انا اعمل تفتيح شوية للمنطقة اللي فيها رسمة المسجد، بحيث لما ارسم المسجد يبقى الالوان بتاعتي واضحة اكتر على الارضية اللي وراه. يعني المنطقة اللي فوق هيترسم فيها هلال نجمة، الحاجات دي هتبقى باللون الابيض فهتظهر، لان الخلفية اللي وراها غامقة، ولكن لما اعمل غامق وبعديه غامق مش هيبان اوي. فلازم انا افتح درجة اللون الازرق من تحت، اخليها درجة لون سماوي او درجة لون لبني فاتحة شوية، علشان لما ارسم عليها حاجة تظهر معايا. الوقت هرسم او هلون الجزئية الكبيرة اللي قدامي باللون الابيض، او الارج اللي احنا شايفينه ده باللون الابيض، ابيض واصفر، ابيض واصفر. وزعت كمية باللون الابيض، هبدأ اوزع كمية باللون الاصفر. بص يا جماعة، الفرشة دي انا كنت شغال بيها في الازرق، فلما حطيت الاصفر مع الازرق اعطانا سنة خضران بسيطة قوي في الفرشة. تمام، ومهم جدا التسيح والسرعة في الشغل علشان اللون ما ينشفش معاك بسرعة. تمام، ارمي كمية لون ابيض واوزعها في المنطقة اللي قدامي الفاضية ديت، واحاول ادمجها مع الارضية التانية بالشكل ده. طيب الالوان دي كلها يا جماعة بلاستيك نص لامع، بلاستيك نصف لامع ده تقدر تجيبه من عند الموان، في منه كيلو يعني كميات كيلو، وفي جالون، وفي بستلة كبيرة. البستلة الكبيرة طبعا مش هتحتاجها في الرسم، هتحتاج الجالون او الكيلو. لو انت شغلك كتير شوية هتشتغل بالجالون، لو انت شغلك شغلانة واحدة اتنين بتنقل كده او بتتعلم الرسم وعايز تتدرب عليه هتجيب كيلو كفاية تتدرب عليه، ولما يخلص هات غيره. الكيلو ده تقريبا يعمل 50 جنيه او 60 جنيه على حسب المكان اللي هتجيب منه. وهتجيب 4 او 5 علب يكون ليهم غطا من فوق. عارفين حضرتك كل علبة بتاعت الذهبي والنحاسي اللي هي بتبقى في النقاشة، في شغل النقاشة، العلبة دي كويسة جدا وتقدر تجيبها وتدرب ألوانك فيها، وتقدر تقفل العلبة وتستعملها تاني بعد كده في أي رسمة وفي أي شكل. كده خلصنا الأرضية بتاعتنا اللي موجودة قدامنا، هنبدأ في رسم الأجزاء التانية من الرسمة زي المدفع ده. أنا عامل درجة لون بني محمر وأبدأ أحط عليها سنة أبيض. بص يا جماعة، البني المحمر أو النبيتي يعني درجة معينة تدي شكل الطوب أو شكل ال المدفع مختلف شوية عن الأرضيات الموجودة عليه، بحيث يظهر معايا على الأرضية اللبني أو الأرضية الزرقاء أو الأرضية الصفراء اللي هي البيج. تمام، وأبدأ أحط أبيض. وهدمجه اهوت. تمام، واعمل تسيح مع
باللون اللي موجود. طبعا يا جماعة في ناس هتقول لي الالوان بتنشف معايا بسرعة، لا انت زود الوان على الحيط وابدأ اعمل تسريح الالوان بتاعك واحدة واحدة وسنة سنة وهي هتشتغل معاك. وان حسيت ان الالوان هتنشف منك بسرعة ممكن تبل الفرشة مية وتعمل تسريح الالوان بيها. طيب خلصنا الجزئية دي، هنيجي لجزئية العجل. لون هديلها لون بني او بني محمر او طوبي، درجة طوبي هيت، وعليها اسود، واعمل الاتنين في بعض واحدد شكل العجل في الرسمة. تمام، هعمل العجل بيها بحيث يظهر معايا على كل الارضيات اللي موجودة. تمام، عملنا لفة العجلة، بقى معانا الجزء اللي في النص، هنظبط الشكل الخارجي. جيب سن ابيض على اللون اللي انا شغال بيه برضه، هيديني درجة رصاصي. تمام، في النص كده. تمام كده عملنا العجلة. الجزئية دي خليها غامقة شوية او درجة الرصاصي برضه اللي هي حوالين الغبارة بتاعة المدفع نفسها، وابدأ ادي خط ابيض حوالين سن المدفع من قدام بالشكل دوت، خط ابيض كده بالعرض. هجيب الابيض بتاعي وابدأ احدد التموجات بتاعتي والاشكال بتاعتي. الفرشة فيها اسود، تمام، لما اضغط عليها بيظهر معايا اللون الاسود. ممكن اغسلها وممكن اشتغل بيها كده، لان دي برضو هتبقى طريقة عشوائية شوية ان انا اشتغل باللون الابيض والفرشة يكون فيها اسود او مطرحها اسود، بحيث تدي معايا برضو شكل مموه في الرسمة. ولكن لو انا عايز الرسمة بتاعتي تبقى مظبوطة صح، اغسل الفرشة بتاعتي واشتغل. بعمل نفس الحركة الدائرية عشان ادمج لون ابيض. تمام، واعمل خطوط تشبه الهلال بحيث تدي يعني زي لسعات كده على الغبار اللي طالعة من المدفع مثلا، هي لحظة مدفع الإفطار. هبدأ في رسم المسجد. بص يا جماعة، باخد الخط الخارجي بتاعي اهوت. تمام، هظبط الخط الخارجي بتاعي اهوت من اول هنا. المنطقة دي قلنا زي ما قلنا قبل كده او شرحناها في البداية واحنا بنعمل الشكل الكروكي الاولاني، قبة ورسمة الهلال. بخلي الفرشة واقفة على سيفها واتحرك بشكل هلال، هتلاقيها عملت معاك شكل الهلال. هعمل قبة تاني. تمام، المنطقة دي مثلا نعمل فيها مئذنة. هو شكل ايه؟ كروكي لرسمة عن شهر رمضان. ببدأ أعمل المسجد، بخليه شكل مبهم، ما بديلوش تفاصيل. ولو أنا حابب أديله تفاصيل أديله تفاصيل لسعات كده بيضاء أو رصاصي في مناطق معينة. المئذنة بالشكل المثلث بتاعها من فوق، وأبدأ أوصل الجزء ده باللي تحتيه خطوط صغيرة كده، وأبدأ أعمل الهلال بتاع المئذنة من فوق وأوصله بالمثلث، واعمل هنا كيرف تاني اللي هي القبة. بص يا جماعة، لما اخد الخط ده عدل وهاخد تحتيه خط تاني عدل بالشكل دوت، وابدأ ادي قطوع في المنطقة دي بحيث يبان معايا ان المسجد فيه انارة من جوه مع الرسم بتاعتي. وما ننساش برضو يا جماعة ان الارضية بتاعتنا، الارضية الاساسية اللي انا شغال عليها، بلاستيك نص لامع برضو لونها سماوي او ابيض على حسب شغلك، ما هتشتغل سماوي او لون ابيض. هعمل برضو منطقة الشبابيك دي تاني بالشكل دوت، خطين متوازيين. تمام، وابدأ اعمل القواطع دي فيها.
وابدا الون بقيه المسجد باللون الاسود، وممكن اشتغل اعمل نفس المسجد دوت بلون ازرق غامق هيبان عليه على المنطقه برضو اللي تحت ديت، لو عملته بلون ازرق غامق وبعدين عملت وراه اللون الاسود. يعني لو عملت المسجد زي ده بالظبط ورا المسجد الاسود دوت بلون ازرق، بحيث ان انا ما اجيبش القبه دي ورا القبه دي او المدنه هنا يعني اخلف الاماكن، هيبقى شكلها افضل وشكل كويس. هبدا اكمل المسجد بتاعنا القبه البعيده الصغيره ديت، تمام. هيتبقى معانا الكيرف بتاع الأرج اللي احنا سايبينه دوت وفانوس رمضان. هعمل الكيرف بتاعي، الفرشة برضو مكانها اسود ولكن غسلتها غسلة سريعة بحيث تدي معايا لون رصاصي وانا بحدد الدايرة، تدي معايا لون رصاصي بتوزع. وابدا اشتغل واحده واحده. التحديد يا جماعه الفرشه عاديه خالص، يمكن اغلب رسمي وشغلي بالفرشه اللي هي بتاعه الاستنسل. الفرشه دي اسمها انجلو من مكتبات سمير وعلي، يا ريت لو ما لقيتهاش في مكتبات سمير وعلي دور عليها في اي مكتبة تانية، مكتبات مصر كتيرة. ومش شرط ان هي تكون نفس الفرشة اللي انا بشتغل بيها، ممكن تلاقي فرش كويسة او طقم فرش كويس في مكان تاني بشكل تاني او باسم تاني يشتغل معاك كويس جدا برضو والنتيجة بتاعته ممتازة. المهم ان تكون الشعراية بتاعتك شعراية ناعمة، في نفس الوقت ما لما احطها في البوهية او في اللون اللي عندي ما فيش شعرايه منها تبقى خارجه بره او تجرح في اتجاهات الفرشه او في اتجاهات الدهان نفسه. هبدا اعمل خط زي كده كانه مثلا حبل او خيط ماسك الفانوس، وادي دايره. احنا هنرسم فانوس يا جماعه بشكل كروبي خالص بدائي ما فيهوش اي جديد. ابدا اشتغل يا جماعه في الفانوس زود دايره وفيها جزء، وبعدين هعمل المثلث اللي هو زاويته منفرجه من فوق واطمسها برضو باللون اللون الاخضر العادي، تمام. ابدا اظبط الخط بتاعي بحيث يبقى عدل. تمام، وهاخد يا جماعه في المنطقه دي حاجة كده بالعرض، بعرض الفرشة، خط بعرض الفرشة بحيث يدي بعد شوية ما بين الرسم اللي هترسم تحت وراس الفانوس من فوق. والفانوس شكله يا جماعة مصمم على رسمة قبة المسجد، حتى هتلاقي اليد بتاعته اللي بيتمسك منها تشبه الهلال كتير جدا في معظم الفوانيس. وعملت الخطين دول وابدا اعمل في الجزئيه دي برضو نص دايره. وعلى الشمال نص دايره صغير وعلى اليمين نص دايره صغير، بحيث ان انا ادي بعد شويه في شكل الفانوس ان هو مجسم او شكله سداسي. تمام، وابدا ارسم القاعده بتاعتي بتاعت الفانوس. هو الشكل العام كروكي، ممكن الون نص الفانوس من جوه بلون تاني سماوي ماشي اصفر ماشي. هبدا اعمل فانوس تاني صغير او فانوس تاني جنبيه، اشتغل باللون الاخضر برضو ومعاه اللون الاصفر، وابدا اوزع او اعمل تسيح اللون نفسه
على الحائط نفسه من غير ما اعمل درجات اللون بره ولا حاجه. عملنا برضو نفس البداية بتاعتنا، ولكن الفانوس ده فيه تقوس من فوق شوية شبه القبة كده. تمام، هديله برضو لون واحد كشكل مبهم. وفي بعض التصميمات الجديدة اللي ممكن تدخل فيها الفانوس الصيني، اللي هو ملوش، يعتبر ملوش قبة أو قاعدة يقعد عليها، بيبقى فانوس شكله بيتعلق بس، او اللي هو شكله قماش ويبقى متعلق، ما يبقاش ليه قاعدة يقعد عليها زي كده. تمام، فانوسين بشكل سريع رسمناهم. هنرسم فانوس تاني برضو بشكل تاني. طيب المنطقة دي هنرسم فيها الهلال باللون الابيض. تمام، وابدا املا المنطقه اللي في النص. وابدا اعمل نجوم يا جماعه. هنقول مثلا خطوط كده تشبه النجمة، خطوط متقاطعة علامة اكس في كذا واحدة زيها، بحيث تظهر ان دي نجوم مع الهلال. هنرسم برضو يا جماعة فانوس تاني. ممكن انت تختار تصميم تاني غير التصميم دوت، يكون فيه يعني تصميم احدث واحسن من الشكل دوت، ولكن احنا بندي فكرة سريعة للمبتدئين في الرسم، بحيث وندي برضو فكرة للناس الممارسة الرسم، يعني فكرة بسيطة مبسطة، ممكن هو يجددها ويعملها احسن من كده بكتير، ولكن احنا بندي فرصة للناس المبتدئين انهم يتابعوا معانا ويشتغلوا معانا شغل رسم لرمضان. انا اشتغلت دلوقتي يا جماعة باللون الاصفر مع الاحمر، وابدأ ادربه على مكانه، وادي نص كيرف تاني. تمام، يبقى ده كيرف او نص دايرة، وده نص دايرة تاني، وابدأ اقفلهم. تمام، بص يا جماعة هشتغل بطريقة زاوية كده شوية، يعني يبقى ضيق شوية من فوق واسع شوية من تحت. الحواف بتاعته او الحروف بتاعته، الزوايا بتاعته فيها منحنى، ما فيهاش سن او ما هياش حاجة مدببة يعني. وببدأ ألون المنطقة دي برضو باللون البرتقاني، درجة البرتقاني، يمكن عشان احنا اشتغلنا في الأرضية باللون الأصفر فالشغل مش باين. هي تشبه البيبرونة، ولكن لما يكمل شكل الفانوس هيدي شكل افضل. تمام، عطانا لها لون برتقاني خفيف، وعملنا القاعدة بتاعتها. تمام، وهنبدأ نعمل القاعدة بتاعت الفانوس اللي عملناها قبل كده، الفانوسين التانيين. تمام، هيتبقى جزئية اليد، في يد هتتعمل تربط ما بين القاعدة والقبة بتاعة الفانوس، حاجة زي القوسين كده، قوس من هنا يلزق هنا بالشكل دوت. عملنا قوس يلزق من هنا لهنا، وقوس تاني من المنطقة دي للمنطقة دي، بحيث يديني شكل الفانوس رمضان، شكل من الاشكال يعني. يمكن انا ما برسموش بالدقة المطلوبة،
ولكن ان شاء الله باذن الله في دروس تانية هنحاول نرسم اشكال كتيرة من الفوانيس بدقة احسن وبشكل احسن باذن الله. المنطقة اللي في النص طبعا ممكن اديها رسمة شمعة باللون الابيض، حط اللون الابيض كده تمام، واعمل حاجة شبه ورقة الشجرة كده اللي هي الشعلة بتاعت الشمعة نفسها من فوق بلون ابيض برضو، بحيث تظهر معايا على الارضية اللي موجودة ما غمقهاش، بحيث انها تدي اللون الابيض الشفاف. هنبدأ يا جماعة نكتب هنا كلمة رمضان كريم. يمكن لو انت حضرتك مش متمرس في الخط ممكن تجيبها تشفها على ورقة وتكتبها تمام. او انك تكتبها بشكل مربعات، هي سهلة يعني، مثلا حرف النون ده يشبه رقم واحد وهعمل له القاعدة بتاعته، وادي النقطة بقى حرف نون وكلمة كريم صغيرة كده باللون الأسود تمام. وكل سنة وانتم طيبين ودرسنا انتهى، واشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.